استقبل محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور نائب وزير الهجرة الكندي والسفير الكندي، حيث تفقدوا مركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش. أشاد السفير بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل إنفاذ المساعدات لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكوارث إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لا زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد بشأن تطورات القضية الفلسطينية والزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون داخل مدينة العريش. بالفعل اليوم كانت هناك زيارة لوفد كندي يضم نائب وزير الهجرة الكندي والسفير الكندي إلى مدينة العريش، يرافقهم محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور. أثناء هذه الزيارة تم تفقد مركز الخدمات اللوجستية الموجود بمدينة العريش وتفقد جميع أقسامه، سواء كانت الأقسام التي تضم المواد الغذائية والإغاثية والأقسام الخاصة أيضا التي يعني تشمل المساعدات التي تخص الخيام وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. خلال هذه الزيارة أشاد السفير الكندي لدى مصر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل يعني تجميع هذه المساعدات وتصنيفها بشكل يسمح لإرسالها مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وأشار أيضا إلى أن كندا قامت بإرسال 250 مليون دولار إلى الشعب الفلسطيني الشقيق لمساندته في هذه الأزمة. هذا أيضا بالإضافة إلى استضافة 5000 من الفلسطينيين داخل الدولة الكندية بشكل مؤقت. محافظ شمال سيناء طبعا يعني أشاد بوقوف الدول الأوروبية إلى جانب مصر من خلال إرسال هذه المساعدات وتجميعها حتى يتم إرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من كوارث إنسانية على جميع المستويات، سواء كانت الصحية وغيرها من الأزمات الكارثية داخل الأراضي الفلسطينية. لو تحولنا إلى ما يدور في معبر رفح فإن هناك 4 شاحنات من الغاز الطبيعي بالفعل يعني عبرت معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم. 2 من هذه الشاحنات فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.